هادشي ديال بيع الكتب في المدارس الخصوصية، حنا انا تكلمت على واحد العقد اللي غادي يتم التوقيع ديالو واللي غادي يوضح هاد النقطة. ما يمكنش اي مؤسسة تلزم الاسر باش تشري من عندها الكتب، ما يمكنش. الى تتذكروا كان واحد التقرير ديال مجلس المنافسة اللي اكد على هاد النقطة، ولهذا في هذا العقد اللي غادي يتم غنوضحوا ايضا هذه النقطه باش هاد ما يمكنش يكون نلزموا ونوضحوا هذه العلاقه ما بين المؤسسات الخصوصيه والاسر تكون واحد العلاقه شفافه واضحه ديال حقوق ديال الواجبات، وهذه الواجبات الحقوق تكون واضحه ايضا ديال الاسر. واللي النقطة اللي احنا ركزنا عليها هي بعض الأحيان كانوا مشاكل في انتقال التلاميذ باش نعطيهم اللي سميتو، حاولنا كل ما يمكن نجعلوا المصلحة ديال التلميذ فوق كل الاعتبارات، وهذو من النقاط الأساسية اللي غادي يجي بها هذا.